كل مرة بقول لكم بحركات دائرية، هو ده اللي هيجيب معاكي نتيجة هايلة جدا في التبييض، وكمان بينظف الأسنان جدا بحركات دائرية ومن فوق لتحت، حركات دائرية ومن فوق لتحت. بجد جربوها هتعجبكم أول وصفة دي. تعالوا بقى نعمل الوصفة التانية بتاعت إزالة الجير تماما. أول حاجة هنا معايا التوم. التوم ده من الحاجات اللي فعلا فعلا بتقوية جدا لتنظيف الأسنان. هقشر بقى الفصوص التوم، أنا واخدة 3 فصوص توم صغنونين هنا، خلاص انا قشرتهم. اهم حاجة ما تاخديش اكتر من 3، يا اما فص واحد بس كبير عشان ما يبقاش حامي عليكي. هنا بقى هبدأ ان انا افرمهم. التوم من الحاجات الجميلة جدا اللي بتطهر وتعقم الاسنان، وكمان بتنظف الاسنان جدا جدا ومفيدة في تبييض الاسنان. هنا انا هخلط ال3 فصوص بالشكل ده، انا عايزاهم مخلوطين ناعم تمام زي ما انتوا شايفين كده تمام. هنا هضيف عليهم معلقة صغيرة من الملح، مش كتير. الملح من الحاجات القوية جدا ومطهرة للأسنان ومعقمة، كمان بتهدي اللثة، بتريح اللثة جدا والأسنان، خصوصا لو عندك بقى أسنانك وجعاكي، اللثة وجعاكي، كمان لو انتي كمان لو اللثة تعبانة بيريحها جدا جدا. الملح من الحاجات المطهرة ومعقمة، عايز اقولك ده مضاد حيوي اصلا للاسنان، خطير. هنا حطيت معلقة صغيرة من الملح، وهبدأ اضيف عليهم معلقة صغيرة من الخل. طبعا كلنا عارفين ان الخل مطهر ومعقم، وكمان بيمنع الروايح الكريهة اللي بتبقى في البق. هاخد كده معلقة واحدة وهبدأ ان انا ادمجهم كويس كده مع بعضهم تمام كده. طبعا الناس اللي قرفانه بقى من ريحه الثوم ما تقلقيش خالص، هنحط مكون دلوقتي هيمحي ريحه الثوم تماما. بس الثوم على فكره مضاد حيوي زي ما قلت لك للاسنان واللثه. هنا بقى هبدا اضيف عليهم 1/4 معلقه صغيره من النشا او الكورن فلاور، ده عشان لو عندك غمقان في السنان، لو عندك بقى تسببات او بقع من مطرح الشاي القهوة، بجد حلو جدا وبيبيض. ممكن نحط كمان معلقة لو انت حابة، بس انا استكفيت ب1/4 معلقة علشان انا محتاجة ان المكونات التانية تبقى اقوى. لقيت هنا بقى هبدأ اضيف عليها 1/2 معلقة من القهوة او البن. القهوة من الحاجات القوية جدا جدا في تبييض الاسنان، وكمان هتمنع ريحة الخل والثوم تماما. هتبقى الوصفة ريحتها قهوة، لان القهوة قوية جدا بتغطي على الروايح بتاعة الثوم والخل. شايفين انا هنا كده وانا ماسكة الوصفة شم ريحة القهوة فقط، جميلة جدا. هنا بقى هبدأ اضيف عليها معجون اسنان. هنا هحط معلقة واحدة من المعجون الأسنان، صغيرة مش كتير، يعني حاجة بسيطة تمام. فكرته هو بيساعد على التبييض وكمان بينظف الأسنان، فاحنا حاطينه كده ايه مكمل للوصفة بتاعتنا. هقلب بقى كل ده، وكمان عشان لما تيجي تغسلي أسنانك تحس ان انت بتغسلي اسنانك بالمعجون، مش بتغسليها بوصفة. غير كده كمان بيغطي على ريحة بيغطي على ريحة الثوم والخل، فانت كده لما تيجي تستخدميها هتبقي مطمنة تماما، لان القهوة والمعجون بيغطوا عليها تماما. الوصفة دي جميلة جدا، لسه هنعمل وصفة كمان لإزالة الجير حلوة قوي قوي. هنا بقى ببدأ ان انا اخد من الخلطة بتاعتي الجميلة دي اهي، وببدأ اغسل سناني زي ما كل مرة بقول لكم بحركات دائرية، هو ده اللي هيجيب معاكي نتيجة هايلة جدا في التبييض، وكمان بينظف الاسنان جدا بحركات دائرية ومن فوق لتحت. حركات دائرية ومن فوق لتحت، بجد جربوها هتعجبكم اول وصفة دي. تعالوا بقى نعمل الوصفة التانية بتاعت ازالة الجير تماما. حلوة جدا وبتزيل الجير تماما، وكمان بتنظف الاسنان جدا جدا. هاخد كده حوالي معلقة من السكر الابيض يكون ناعم، اللي هي حبيباته ناعمة بالشكل ده، ما يكونش اللي هو حبيباته خشنة شوية. وهضيف عليها حوالي 1/4 معلقة صغيرة من الملح، ما تكتريش ملح هنا،
تمام. هنا هنحط ربع معلقه بس عشان زي ما قلنا التطهير والتعقيم، وكمان لو اللثه تعبانه او فيها حاجه تبدا اللثه كده تبقى معاكي ما فيهاش الم وما توجعكيش. هنا بقى هضيف ربع معلقه صغيره من الكربونات والصوديوم، ممكن نستبدله باللي هي خميره الحلويات اللي هي بيكنج باودر، وقلبي بقى كل الحاجات دي مع بعض. ده بيعمل سكراب حلو قوي، ده بيعمل سكراب حلو جدا جدا للاسنان، وفعلا فعلا بيزيل الجير من اول مره حلو قوي، يعني انت من نفسك هتشوفي النتيجه حلوه. هضيف عليها معلقه صغيره جدا من الخل الابيض، حاجه بسيطه جدا مش هنكتر. بصوا اهي، انا خايفه بس عشان ما يقعش مني كتير، فعايزه يس ليا حاجه. بصوا كده شايفين، يعني اقل كمان من المعلقه الصغيره. شايفين الفوران ده اللي انا عايزاه، الفوران ده بقى هيفور كل الجير اللي في الاسنان والسواد والغمقان اللي بيبقى في الاسنان، السواد والغمقان اللي بيبقى في الاسنان. هضيف كمان عليها ربع معلقه صغيره من النشا، كل دي ربع 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 على قد الكميه، ممكن اعمل كميه واشيلها في علبه واستخدمها مفيش مشكله، ضاعفي الكميه براحتك. هنا بقى ايه، هبدا اضيف كمان عليها معجون من الاسنان. انا عايزاكي تجربي الخلطه دي بجد خطيره، يعني انا جربتها اول مره بجد النتيجه ابهرتني، ابهرتني فعلا. جربوها بجد انتوا من نفسكم يعني هتعرفوا النتيجه، انتوا هتعرفوا قد ايه النتيجه مبهره. شايفين تحفه. هنا بقى هبدا اضيف اخر حاجه معايا، وهي زيت الزيتون، نقطه كده بسيطه جدا من زيت الزيتون، حاجه لا تذكر يعني نقطه. فكره زيت الزيتون عشان يخلي الاسنان بتلمع كده وشكلها حلو جدا، وكمان زيت الزيتون مفيد جدا جدا لاي حاجه، اسنانك بشرتك شعرك، حلو جدا. بصوا شايفين قوامها، شايفين حبيبات صغننه جدا لا تذكر، بجد حلوه جدا جدا. عايزاكم تعملوها مرتين في الاسبوع، حلوه قوي قوي قوي، والنتيجه بجد هتبهركم خطيره. جربوها انتوا بنفسكم هتعجبكم جدا، وهتعمليها زي ما قلنا بالطريقه الصحيحه، حركات دائريه بالفرشه وكمان فوق لتحت عشان الاسنان تنضف جدا كده، وتاخدي منها نتيجه مضمونه. جربوا الوصفتين بجد هتعجبكم جدا. ما تنسوش اللايك، الاشتراك في القناه، وفعلوا الجرس، شير لاصحابك عشان يستفادوا، وتوحشوني للفيديو الجاي. باي باي.